نصرة، ناصر أبو حميد، هشام أبو هواش، عبد الباسط معطان. كسر قيده وتحرر، خاض معركته الأخيرة حتى الرمق الأخير، واستشهد مع أذان الفجر. انتصر مرة أخرى على سجانه، لكن هذه المرة انتزع حرية دائمة. الشيخ خضر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية ارتقى في زنزانته بعد إضراب استمر 86 يوما رفض خلالها تناول المداعمات أو الخضوع للفحص الطبي، فيما رفضت محكمة الاحتلال مرات عديدة استئناف محاميه للإفراج عنه، وترك معزولا ليرتقي شهيدا وحيدا في زنزانته. ما يواسيني ويعزيني اليوم في مقامي هذا أن الشيخ قد استراح، استراح من الألم ومن الجوع ومن أمعائه التي كانت تأكله، من أوجاع الدوخة والمراجعة والتقيؤ وكل هذه الآلام اللي كان يحدثني عنها بمرارة وحرقة. الإضراب العام عم مدن الضفة الغربية، ومسيرات غضب انطلقت في أكثر من مدينة فلسطينية. وفي رام الله توجه الشبان إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، كما استهدفت عمليات إطلاق نار مستوطنين في شمال الضفة الغربية. نعتقد أن الاحتلال بكل مكوناته قد أخذ قرارا بالتخلص من الشيخ خضر عدنان، على اعتبار أنه سيخيف الآخرين من حركة الإضرابات الفردية، وهو بحمقه كما اتخذ قرارات حمقاء من قبل وهي كثيرة كأي احتلال مجرم، لا يدري أن روح الشيخ خضر عدنان ستصبح لعنة تلاحقهم. فصائل المقاومة توعدت بالرد على جريمة اغتيال الشيخ عدنان. المطلوب من الشارع الفلسطيني ما كان يقوم به الشيخ خضر عدنان، كان يجوب كل البلاد. الشيخ خضر عدنان كان يمشي في من شمال فلسطين إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. المطلوب اليوم أن يسير جميع الفصائل وجميع الشعوب. اليوم نقف خجولين أمام مسيرات هنا وأعداد صغيرة هناك، ولكن المطلوب هو أن يلتف الشعب جميعا نحو خيار الشيخ خضر عدنان ونحو خيار جميع الفصائل المقاومة بإذن الله تعالى. الحكومة الفلسطينية ومؤسسات الأسرى حملت إسرائيل المسؤولية عن استشهاد الشيخ خضر واتهمتها باغتياله، وباستشهاد الشيخ خضر عدنان يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيداً. استشهد الشيخ، استشهد بعد معركته السادسة التي خاضها بأمعائه الخاوية، انتزع قيده ونال حرية لن يستطيع الاحتلال بعد اليوم تقييدها. نسرين سلمي من بلدة عرابة جنوب جنين، الميادين.